خلط النشويات مع الدهون بتطخن، تمام جدا. يعني احنا البطاطس معانا طبيعية من الارض، لكن لو البطاطس دي حطينا عليها مثلا زبدة او حطينا عليها زيت زيتون او حطينا عليها اي حاجة دسم هتطخن. اي خلط ما بين البطاطس او النشويات مع الدهون بتطخن، خلاص. فنحاول دايما نبعد نشويات. يعني لو انا عايزة اكل بطاطس، بطاطس جميلة جدا ما فيهاش سعرات كتيرة خالص، 70 سعر في 100 جرام، يعني نص كيلو ده ما فيهوش سعرات. لكن ناكله بقى لوحده كده مشوي مثلا عليه شوية أعشاب، ممكن لو بقى زبادي لايت اللي هو زيرو فات، أي حاجة بس بدون دسم خالص، خلاص. بالعكس زبادي زيرو فات كمان يساعد على امتصاص البطاطس كويس جدا. بس ما ناكلش معاه حاجة، ممكن سلطة خيار مثلا بحب جدا اعملها معايا، بس بدون دسم برضو خالص، ما تحطوش دسم. طيب لحرق مثالي برضو اكتر واكتر، ما نخلطش برضو اللحوم مع النشويات، يعني البروتينات مع النشويات لحرق مثالي اكتر. وده اسمه في المانيا تخان كوست. انا بصوا، انا قعدت في المانيا جبت كتب، اصل انا كان في فترات كده كنت قاعده في المانيا طويله بسبب كان شغل جوزي، قعدت شهور، فكان شهور في سنه وشهور في السنه اللي بعدها، فقعدت جبت الكتب كده للدكاتره الكبار جدا هناك، وقعدت اقرا واشوف واقرا اشوف راي الناس واجرب على نفسي واعمل واعمل واعمل، فجمعت كل المعلومات دي. غير ان انا رحت كلينيك هناك في المانيا وقعدت عملت براكتيكوم بنفسي هناك عشان اشوف كل الكلام ده. فكام ده بقول تجارب دكاتره وعن تجارب شخصيه ان انا بجرب على نفسي، انتوا عارفين كل حاجه، فان شاء الله بثقه كبيره جدا. فتخان كاست دي كان الناس بيخسوا عليها لوحدها، ان هم دايما ما ياكلوش اكل على بعض، من النشويات مش مع البروتينات. نمنع، نحاول دايما، بصوا الوجبه اللي هي النوع الواحد ده احسن حاجه في الدنيا، بس يعني مش كل الناس بتقدر. لكن ينفع مثلا نشويات مع سلطه، مفيش مشكله، او نشويات مع خضار، خضار مثلا بس مش بروتينات، ماشي. البقوليات كذلك، البقوليات كويسه جدا بس ما نكترش منها عشان فيها نشويات عاليه، فما نكترش منها قوي. عملت النظام الرجيم الاقتصادي ان انا حطيت بدل البروتينات بقوليات. ناس قالوا لي جربوا، قالوا لي لا نتيجتها مش زي البروتينات اللي هي الحيوانيه. فاحنا نقسم انواع البروتينات، بس ما يبقاش العبء كله على البروتينات النشويه عشان ايه، نعرف نخس احسن.